مساء الخير يا حضرات، اهلا وسهلا بكم في قناة ابو كيرو الهندسة والابتكارات. موضوع حلقتنا النهاردة عن تلقيح النخل، الطريقة الصحيحة لتلقيح النخل. زي ما شايفين قدام حضراتكم الكوز بتاع التلقيح ديتي، جبناه من الذكر، هناخد البودرة بتاعته وهنطلع فوق عند النخل دي البودرة. طبعا زي ما انتوا شايفينها طقناها في علبة وخدناها طلعنا فوق كده يا حضرات على النخل، على النخلة. وهنغبر الاول بتاع الذكر على الصبايط زي ما شايفينها، مجرد الصبايط ما تفتح بالشكل اللي انتوا شايفينه قدام حضراتكم ده، تبتدي انت ايه بالتعفير، تعفرها كويس مظبوط الاول، تفتحها كده وتروح ايه ندخل جواها عود ولا اتنين زي ما انتوا شايفين قدام حضراتكم من بتاع الذكر ده، هو حبوب اللقاح. وابتدي ايه ايوه تغبر بالشكل ده، كل واحدة تغبر عليها شوية بالشكل ده لحد ما تعدي عليهم كلهم. بعد كده يا حضرات تاخد اللي هو الحبوب التلقيح دي اللي كان في العلبة اللي شفتوها قدام حضراتكم، وبرضه تبتدي ترش عليهم عشان تضمن انها هي تلقحت بالشكل اللي شايفينه قدام حضراتكم. بعد عملية التعفير هتبدأ انت برضه ايه تعفرها تاني بالبودرة اللي هي ايه جوه العلبة دي، هتعدي عليهم واحدة واحدة كده زي ما شايفين قدام حضراتكم. تاخد من العلبة وترش عليهم كده عشان تتمت بنجاح ان شاء الله العملية. تعفرهم مظبوط، فكده ايه انتهينا من عملية التلقيح. فالعجب الفيلم، ياريت تدوس لايك ويعمل اشتراك للقناة، وإلى اللقاء بفيديو جديد. كان معكم أبو كيرو للهندسة والابتكارات.